دعونا نفعل قليلا من الاحتمال عن أوراق اللعب أو الشدة. من أجل هذا الفيديو سوف نفرض أن الشدة لدينا ليس بها جواكر. يمكنك أن تعمل نفس الأسئلة عن الجواكر، فقط ستحصل على أرقام مختلفة قليلا. دعونا أولا فقط نفكر بكم عدد البطاقات التي لدينا في لعبة الشدة العادية. لدينا 4 نقوش في ورق اللعب، إذن 4 نقوش، وهذه النقوش هي قلب أسود، قلب أسود، ديناري، شجرة، وقلب أحمر. إذن لديك 4 نقوش، ومن ثم في كل واحد من تلك النقوش لديك 13 نوع مختلف من البطاقات، أو في بعض الأحيان تسمى الرتبة. إذن في كل نقش من أوراق اللعب لديه 13 نوع من البطاقات. Each suit has 13 types of cards. لديك القص، ثم لديك 2، ثم 3، ثم 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. ثم لديك جاك الولد، كينج الملك، كوين البنت، وهؤلاء 13 بطاقة. يمكن أن يكون لديك لكل نقش يمكن أن يكون أي من هذه. إذن لأي واحدة من هذه يمكن أن يكون لديك أي نقش من النقوش. إذا لديك ولد جاك من الديناري، وولد جاك من الشجرة، وجاك من القلب الأسود، وجاك من القلب الأحمر. إذا فقط ضربت هذين الشيئين يمكن أن تأخذ أوراق لعب الشدة، وبالواقع يمكن أن تحسبهم، تملأ الجواكر وتعدهم. لكن إذا قمت فقط بضرب هذا يكون لديك 4 نقوش، كل نقش لديه 13 بطاقة. إذا سوف يكون لديك 4 ضرب 13 بطاقة، وعليه سوف يكون لديك 52 بطاقة في لعبة الشدة العادية. طريقة أخرى يمكن أن تقول أن هناك 13 من هؤلاء الرتب أو الأنواع، وكل واحدة منهم تأتي في 4 نقوش مختلفة. إذن مرة أخرى 13 ضرب 4، وستحصل على 52 بطاقة. والآن خارج هذا الطريق دعونا نفكر في الاحتمالات لحوادث مختلفة. لنقول أنني خلطت أوراق الشدة، حقا خلطت أوراق اللعب هذه، حسنا، ومن ثم التقطت عشوائيا بطاقة من هذه الشدة، وأريد أن نفكر في ما هو احتمال أن أختار الولد جاك. حسنا، كم عدد الحوادث المتساوية الاحتمال هناك؟ حسنا، أستطيع اختيار أي واحدة من هؤلاء 52 بطاقة. هناك 52 إمكانية عندما أختار هذه البطاقة، ومن هؤلاء 52 إمكانية كم عدد الأولاد جاكس؟ حسنا، لدينا جاك القلب الأسود، وجاك الديناري، كذلك جاك الشجرة، وجاك القلب الأحمر. إذن هناك 4 أولاد جاكس، هناك 4 أولاد جاكس في هذه الشدة. إذن 4 تقسيم 52، كلاهما قابل للقسمة على 4. إذن 4 مقسومة على 4 1، و52 مقسومة على 4 تساوي 13. الآن دعونا نفكر في الاحتمال. كما تعلم سوف نبدأ من جديد، سوف أرجع الجاك وسأعيد خلط الشدة مرة أخرى. لازال لدي 52 بطاقة. إذن ما هو احتمال أن أحصل على قلب أحمر؟ ما هو احتمال أن ألتقط أو أختار بطاقة عشوائيا من ورق الشدة المخلوطة والتي تكون قلب أحمر؟ إذن مرة أخرى هناك 52 بطاقة محتملة يمكنني أن أختار من 52 إمكانية، حيث أننا نتعامل مع حوادث متساوية الاحتمال، وكم العدد من هؤلاء يكون قلب أحمر؟ حسنا، أساسا 13 من هؤلاء هم قلب أحمر. لكل من هذه النقوش لديك 13 نوع، إذن هناك 13 قلب أحمر في ورق الشدة، 13 ديناري، وهناك 13 قلب أسود في الشدة، كذلك 13 شجرة
في الشدة، وعليه 13 من 52 ستكون نتيجتهم قلب أحمر، وكلاهما قابل للقسمة على 13، وهذا نفس الشيء مثل 1 تقسيم 4. إذا 1 من كل 4 مرات سوف أختار أو سيكون لدي احتمال ربع لأحصل على قلب أحمر. عندما أذهب إلى ذلك، عندما أختار بطاقة عشوائيا من هذه الشدة. الآن دعونا نفعل بعض الأمور الأكثر أهمية قليلا، وربما من الواضح قليلا ما هو احتمال أن أختار شيء يكون جاك. سأكتب جي وأن يكون قلب أحمر، إذا جاك ومن القلب الأحمر. مرة أخرى جاك وقلب أحمر. حسنا، إذا كنت على دراية معقولة في البطاقات سوف تعرف أن هناك فعليا بطاقة واحدة هي جاك وقلب أحمر في آن معا، إنها حرفيا جاك القلب الأحمر، ولذلك نقول ما هو احتمال اختيارنا بالضبط لبطاقة جاك القلب الأحمر؟ حسنا، هناك فقط حادث واحد أو بطاقة واحدة تتوافق مع هذا الشرط. إذا هكذا تماما، هناك 52 بطاقة ممكنة، إذا هناك 1 من 52 فرصة لدي لاختيار جاك من القلب الأحمر، إذا شيء يكون كلاهما جاك وقلب أحمر. الآن دعونا نفعل شيء أكثر أهمية قليلا، ما هو احتمال؟ ربما تحتاج إلى إيقاف هذا والتفكير قليلا قبل أن أعطيك الجواب. ما هو احتمال؟ مرة أخرى لدي شدة بها 52 بطاقة وسأخلطها ثم عشوائيا أختار بطاقة من هذه الشدة. ما هو احتمال أن تكون هذه البطاقة التي اخترتها من الشدة جاك أو قلب أحمر؟ حيث يمكن أن يكون جاك القلب الأحمر، أو يمكن أن يكون جاك الديناري، وقد يكون جاك القلب الأسود، أو يمكن أن يكون جاك الشجرة، أو يمكن أن يكون الاثنين من القلب الأحمر. إذا ما هو احتمال هذا؟ وهذا الشيء الأكثر أهمية قليلا، لأننا أولا وقبل كل شيء نحن نعلم أن هناك 52 احتمالية، إذا 52 إمكانية، ولكن كم من هذه الإمكانيات تتوافق مع شرطنا تحقق هذه الشروط أن تكون جاك أو قلب أحمر؟ ولفهم هذا فإنني سأرسم مخطط فين. تخيل أن هذا المستطيل الذي أرسمه هنا يمثل جميع النتائج، حتى إذا أردت يمكنك أن تتخيل أنها منطقة 52. إذا هذه 52 نتيجة ممكنة، والآن كم من هؤلاء النتائج تعطي جاك؟ بالفعل تعلمنا هذا، 1 من أصل 13 من هؤلاء النتائج يعطي جاك. يمكنني أن أرسم دائرة صغيرة هنا بهذه المنطقة، أحاول تقريبا، هذا يمثل جاك، لذا يجب أن يكون تقريبا 1 تقسيم 13 أو 4 تقسيم 52 تماما هنا، ولذا سوف أرسمها فقط مثل هذا. هي احتمال جاك، إذا احتمال جاك وهو عبارة عن 4، إذا هناك 4 بطاقات، هناك 4 بطاقات ممكنة هي جاك من أصل 52، إذا الاحتمال هو 4 تقسيم 52 أو 1 تقسيم 13. والآن ما هو احتمال الحصول على القلب الأحمر؟ حسنا، سوف أرسم دائرة أخرى هنا هي تمثل ذلك، إذا 13 من أصل 52، إذا 13 من أصل هؤلاء النتائج، وفي الواقع 1 منهم تمثل جاك وقلب أحمر معا، وهذه بالفعل هي منطقة تداخلهم معا. أتمنى أن يكون هذا واضح في هذه المنطقة. في الواقع هناك 13 بطاقة عبارة عن هارت قلب أحمر، إذا هذا هو عدد الهارت قلب أحمر، number of heart. بالفعل اسمحوا لي تعديل ذلك الشيء العلوي بهذه الطريقة ليكون واضحا أكثر، لنمسح هذا. إذا عدد الجاكس، وبالطبع هذا هو التداخل، number of jacks، هذا هو التداخل تماما هنا، هو عدد جاكس وهارتس، عدد عناصرها من هذه 52 التي هي جاكس وهارتس معا.
هو في كلتا المجموعتين، هنا في هذه الدائرة الخضراء وفي هذه الدائرة البرتقالية، هي تماما هنا. سوف أعمل هذا باللون الأصفر، حيث فعلت هذا السؤال من قبل باللون الأصفر. هذا المشار إليه هنا هو عدد الجاكس والقلب الأحمر هارتس، لذا اسمحوا لي أن أرسم سهم صغير هناك. في الواقع كان ينبغي علي رسمها أكبر قليلا، عدد الجاكس والهارتس، إذن number of jacks and hearts، number of jacks and hearts، وهذا هو التداخل تماما هنا. إذن ما هو احتمال الحصول على jacks أو hearts؟ حتى إذا فكرت بهذا الاحتمال فإنه سيكون عدد الحوادث التي تتوافق مع شروطنا تقسيم عدد الحوادث الإجمالي. بالفعل نحن نعلم أن عدد الحوادث الإجمالي هو 52، ولكن كم من هذه تحقق شروطنا؟ حسناً، انتبه، هذه الدائرة الخضراء هنا نقول أنها تعطينا عدد الجاكس، والدائرة البرتقالية تخبرنا عن العدد الذي يعطينا الهارتس، لذلك قد تقول: حسناً، لماذا لا نضيف الأخضر والبرتقالي؟ لكن إذا فعلت ذلك فسيكون العد مزدوج، والسبب إذا قمت بإضافة هذا، إذا فعلت فقط 4 زائد 13، ماذا تقول؟ قلنا أن هناك 4 جاكس، كما قلنا أن هناك 13 هارتس، ولكننا في كل من هذه، في كليهما عندما نقوم بهذه الطريقة، في كلتا الحالتين حسبنا جاك القلب الأحمر، حيث وضعنا جاك القلب الأحمر، وكذلك وضعنا جاك القلب الأحمر هنا أيضا، لذا حسبنا جاك القلب الأحمر مرتين، على الرغم من أن هناك فقط بطاقة واحدة تشير إليه، لذا يجب أن تطرح منهم ذلك المشترك. إذن عليك أن تطرح العنصر الذي هو عبارة عن جاك وقلب أحمر معا، لذلك سنقوم بطرح واحد. طريقة أخرى للتفكير به، في الحقيقة أنت تريد معرفة إجمالي المساحة هنا، إذن تريد معرفة المساحة الكلية هنا، اسمحوا لي بتكبيرها، سوف أعمم ذلك قليلا. إذا كان لديك دائرة واحدة مثل هذه، ومن ثم لديك دائرة أخرى متداخلة معها هكذا، وأردت معرفة المساحة الإجمالية لكلا الدائرتين المتحدتين، سوف تنظر إلى مساحة هذه الدائرة، ومن ثم يمكنك إضافتها إلى مساحة هذه الدائرة. إذن يمكن إضافتها إلى مساحة هذه الدائرة، ولكن عندما تفعل ذلك سترى أنه عندما قمت بإضافة هاتين المنطقتين فإنك تكون حسبت هذه المنطقة مرتين. لكي تحسب هذه المنطقة مرة واحدة فقط عليك أن تطرح هذه المنطقة من المجموع. إذا أطلقنا على هذه المنطقة منطقة A، وهذه المنطقة هي منطقة B، والتقاطع الذي هو مكان تداخلهم هو سي، إذن منطقة الاتحاد سوف تكون A زائد B ناقص مكان التداخل، A زائد B ناقص مكان التداخل أي ناقص سي. هذا نفس الشيء هنا، نحن نعد جميع جاكس ويشمل ذلك جاك القلب الأحمر، كما حسبنا كل هارتس وهذا يشمل أيضا جاك الهارتس، حيث حسبنا جاك الهارتس مرتين، لذلك يجب أن نطرح واحدة منهم، لذا ستكون 4 زائد 13 ناقص 1، أو ستكون 16 تقسيم 52، وكل من هذين الشيئين قابلا للقسمة على 4، وهذا سيكون نفس الشيء، مثل إذا قسمت 16 على 4 فإنك تحصل على 4، و52 مقسومة على 4 تساوي 13، وبهذا فإن هناك 4 تقسيم 13 فرصة لتحصل منهم على جاك أو قلب أحمر. إلى اللقاء.